مرحبا، سنتعرف اليوم على مهن كثيرة مع مجيد، ربما تختارون واحدة منها. مرحبا يا أصدقائي، اسمي مجيد وأنا لا أعرف ماذا أحب أن أكون عندما أكبر، هل تساعدوني في الاختيار؟ برأيكم هل أصبح طبيبا؟ فالطبيب عمله نبيل، فهو يساعد ويشفي المرضى تماما كما الممرضة تعتني بهم وتحرص على سلامتهم. لا أعرف، إن عمل الطبيب والممرضة صعب جدا، فهما يعملان في الليل والنهار. ربما أصبح مهندسا، فالمهندس يرسم الخرائط للمنازل والأبنية والمحلات التجارية وغيرها، فيأتي البناء ويبنيها، ثم يأتي الدهان ويدهن حيطانها، وبعدها يأتي النجار ليفرشها بالطاولات والكراسي وغيرها من المفروشات. لا أعرف. حسنا، ما رأيكم بالحلاق؟ إن عمله مهم جدا، فهو فنان بالقص ويحرص على أن نظهر بأبهى حلة. وما رأيكم بالخياط؟ فهو الذي يخيط ثيابنا، يقصرها إن كانت طويلة ويضيقها إن كانت واسعة. على فكرة هناك أيضا المزارع، فكل الناس بحاجة له لشراء الفاكهة والخضار، فهو الذي يزرعها ويبيعها إلى صاحب الدكان فنشتريها منه. لكن الناس أيضا بحاجة إلى الفران لشراء الخبز والكعك والحلويات، كما هم بحاجة إلى الطباخ لأكل الطعام اللذيذ. آه، هناك أيضا السائق، فهو يوصل الركاب من مكان إلى مكان. لحظة، الآن عرفت، ربما أصبح شرطيا، فالشرطي يحافظ على الأمن ويقبض على اللصوص. أو ربما أكون إطفائيا، من غيره قادرا على أن يخاطر بحياته ليطفئ النيران. هل تعرفون؟ جميل أيضا أن أصبح قبطانا وأقود طائرة وأسافر فيها من مكان إلى مكان وأنقل الركاب من دولة إلى دولة. أختي الصغيرة تحب أن تكون مضيفة أو معلمة، وأما أخي يحب أن يكون صياد سمك. ولكني لازلت حائرا، وحتى الآن لا أعرف ماذا أحب أن أكون. وأنت هل عرفتم ماذا تحبون أن تصيروا في المستقبل؟ آه، لا داعي للقلق، لا زال لدينا الكثير من الوقت، أليس كذلك؟ أراكم لاحقا، إلى اللقاء.